هتعرف الواقع المصري. الصورة دلوقتي في مصر الصوار في السجون، الأحرار في السجون، من صنعوا الثورة في السجون، الثورة المصرية في السجون. الحرية للجدعان، الحرية للجدعان، في السجون، في السجون، في السجون. النهارده أنقى شباب، شباب الثورة اللي أنا بعتبره تم حبسه بالأمر المباشر اسمه حكمان. لا يجوز لقضاء مصر أن يحاكم شباب الثورة، لأن لازم يستشعر الحرب، لأن شباب مصر هتف ضد قضاء مصر وطالب بتطهيره يوما ما في الميدان. وعند ميدان القضاء الأعلى كان بيهتف الشعب يريد تطهير القضاء. هناك انتقام وعقاب وليس محاكمة من شباب مصر. شباب مصر بيسجن النهارده بالامر المباشر. الثورة في السجن، وللأسف الشديد هذا هو الواقع اللي احنا بنعيشه. النهارده كل المقاييس بتتغير، كل الأقنعة بتسقط. النهارده المصالحة هتبقى مع قطر. قطر اللي دفعت ثمن الرصاص اللي اتقتل بيه جنود مصر في العريش وفي جنة وفي سينا. قطر اللي دفعت ومولت الجماعة اللي احنا النهارده عمالين نقلب دماغ الناس ليل ونهار انها الجماعة الإرهابية. قطر هي اللي مولتها. قطر اللي دفعت ثمن السلاح اللي اتقتل بيه المصريين. النهارده للمصلحة الشخصية، للمصلحة الشخصية وليس لمصلحة الوطن. مصلحة الوطن هو تغليب المبدأ على أي سياسة وعلى أي منفعة مادية. النهارده قطر هترجع تاني الى حضن مصر بعد ما قتلت ابنائها، بعد ما قتلت شبابها، بعد ما استاجرت مقدورين ليمزقوا هذا الوطن وهذا الشعب. وهذه هي السياسه. انا ما بعتبرهاش سياسه، السياسه ليست قذاره، السياسه طهاره.